السلام عليكم، اخبار الشباب؟ شبابات طيبين ان شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين تويتر دخلت وقلت لكم اعطوني اذا عندكم مقاطع ضحك او كرنج لها علاقه بالعيد، خلينا نشوفها. ابغى اضحك او اتكرنج. طبعا العيد مليان بالثنتين، يعني اما انك تضحك على شيء كرنج صار ولا انه تضحك على ما تدري ايش. خلينا ندخل الحين نشوف المقاطع اللي ارسلتوها لي، واذا ما انت ضايفني في تويتر ضيفني في تويتر، بين فتره وفتره اكتب التغريدات هذه، فابغى اشوف مقاطعكم اللي تضحك. طبعا قبل ما اخش الفيديو ونسوي رياكشن على المقاطع الموجوده في تويتر، خلينا نسوي رياكشن على التخفيضات اللي موجوده في نون. طبعا زي ما انتم شايفين نون عندهم بمناسبه العيد خصومات توصل الى 80%، الاقسام كلها متوفره سواء كانت فيزيونات، جوالات، لابتوبات، الكترونيات، اشياء نسائيه، اشياء رجاليه، لها علاقه بالمطبخ، لها علاقه بالحياه بشكل عام، موجودة عندهم. ومع ذلك موجودة عندهم الخصومات. من الأشياء اللي أنا شفتها صراحة وجذبت انتباهي الخصم هذا اللي موجود على الشاشة، الخصم 65%. الشاشة كان سعرها 6000 تقريبا، صار سعرها 2100 ريال. تقدر تخش تشوف لك هنا في نظارة أنا شفتها عليها خصم تقريبا هذه 46%، يعني حتى ما وصلت ل 80%. خلينا نشوف من الخصومات اللي 80%. أنا حرفيا جالس أفرفر وأشوف الخصومات اللي موجودة عندهم، جالس أنصدم. يعني انا صراحه هذه صدمتني. وينها المكنسه؟ كانت ب 1000 الحين صارت ب 300 ريال، مع ان عندي مكنسه اوريدي بس باخذها بس عشان عليها خصم. واي او ماي جاد. طبعا بعد ما تخش الرابط اللي موجود تحت في الديسكربشن تشوف الخصومات اللي موجوده عندهم، تاخذ لك خصم 60 70% 80، بعدين تجي تحط كود الخصم حقي DV7 وتسوي تطبيق يخصم لكم 10% على الاشياء اللي انتم اوريدي حاطينها في السله. استخدم كود الخصم حقي DV7 ونكمل الفيديو تفضل، بس الرابط موجود تحت في الديسكربشن، وهذا كود الخصم هنا، لا تحط على الطاقة، حطه هنا ارجوك. اوكي ليش اضحك؟ لان انا ما اكل، يعني انا اسوي هذا الشيء، تحصلني بعد صلاه الفجر وخلاص ارجع بسرعه واطلع. اوكي. يعني تسوي على ولد عمك صباح العيد. المقطع حلو، المقطع هذه انا اتوقع تويتر انا حاطه او انه في السناب. صباح العيد سلمت على ابوي وشفت يده شفته يدخل يده بجيبه ويطلع بوك. اوكي عمي في العيد، انتم بخير وصحه وسلامه ان شاء الله، عساكم من عواده. لا امزح معك، اختبرك زي كذا بس هوش لك. الله خليك الشخصيه، ما ينفع شخصيه. قل لك يا رجال ايش شخصيه؟ جو راسك، قم صب قهوه، قم. صدقت انت بتصب لي قهوه؟ تراني صايم. اوه ماي جاد. امزح معك، امزح هوش لك يا عم الشخصيه. الله يخليك شخصيه رجال، قم اشرح لنا درس كانك مدرس. جي ابتدائي وانت رايح تاخذ العيدية من امامك. اي واحد زي كذا يجيك العيد، خصوصا اللي يجيك لابس غطرة ومشلح وذا، مسوي كذا بيد ماسك 500 ماسك 100، فحاول انت يعني بطريقة او باخرى، حاول تلعب على مخه كذا وتاخذها، بس ترى صعب يفك، يجيك كذا يرقد كذا بيده. فأنت حاول بس استهدف اللي يجيك لابس مشلح وغطرة، خذها مني. ما حد بجدتي أول يوم من العيد. أوكي. يا أخي دعوة رياكشنات رهيبة. أوه ماي جاد، الصدق اللي أسمعها. اوه ماي جاد. اوكي معجزه، بس اخوي يقدر يسويها ليله العيد.
والله انا على طول حسيت عرفت ايش بيكون. اوه ماي جاد. ولا ابوي طلع اخويا يدخل يطلع. يلا يلا صلينا يلا دهن ليلى عاد. انا اليوم عيد في السناب الف ح ب ك الف ح ب ك الف ح ب ك الفح. اوه ماي جاد احبك. اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما استوعبتها نهائيا. اذا التفت اذا التفت عيدية الجزران كله. لا يا العباس كرنج. توني صاحي توني صحيت من قلك مروق ابغى اشوف اشياء تضحك. حصلت اشياء والله مره كرنج. يجي عصر العيد انتم نايمين وتقلط الشغال. عصر العيد العصر ارحمني ما حد يجي العصر. يعني هذه قاعده معروفه عند الناس كلها. العصر لا تجيني ولا تجيك العصر نرقد تجيني ولا تجيك العصر. الناس بعد صلاه العيد تتجهز تذبح الضحيه وتستقبل الضيوف انا والعيال. ابن اخته الصغير ايش ابن اخته الصغير اول يوم عيد اذا ما خلتها يقلع عيني يلعب كل شيء فيه يا جماعة. تيجي مان انت واقف تنتظر امك تخلص صلاة الفجر بتقول اوكي هذه قريبة من الواقع تكون حلو. ليه ما شاء الله تبارك الله تمام. الحلاق 28 رمضان ما جاب بعد من الصلاة والزباين عند الباب. او ماي جاد ابغى احلق. او ماي اوكي قرب العيد وانا ما احلق توني استوعب تذكرت دالحين نايس. اوكي مستحيل يمر عيد ما تصير فيني هالحركة. اوه ماي جاد اوه ماي جاد الحركة والله طحت فيها مليون مرة وتختلف يا اخي من عند ناس لناس والله انها تختلف. يعني خلونا نتفق كلنا على حركة واحدة وتزين الامور وتصير الحياة بسيطة. واحد يمين واحد يسار واحد يمين اثنين يسار. يلا ما تجي تلخمني تعطيني سبع ذرعان ولا ما تعطي. في ناس ما يعطيك يسار يلخمك من جد يعطيك يعطيك بس يمين يوقف. اوه ماي جاد افضل رد بالعيد اللي يقول كل شيء. هذا من العايدين كلهم الفايزين. لا قامنا فايزين كلهم العايدين. طيب واذا قالهم جميع قالوا كل تبل تم الاعتماد باذن الله. خل واحد يقولها قدامي بس كلها. ادري ما دخل بعيد بس بضحك. وشو I'm here to face my demons. Where are thou? Okay, I'm helping. Help? I'm helping. Fight me, demon! Get out of here, brothers! Oh no! Why did that turn on? Why? بريد شفت بزر ياخذ حلاوة باتشي وترك حلاوة بقر. What? How many genders are there? I don't know. I just got here. What? لحظة How many genders are there? I don't know. I just got here. وينك يعني؟ جاي وات؟ اوكي. هو اذا قال لك سعر ايش؟ الاضاحي. ابوك اذا قال لك سعر الاضاحي غالية. قال لك اسف النبي ابراهيم.
انت الضحية يا غالي. اوكي ما دخل بس نكسس الروتين المقطع. ليه ليه؟ اوكي اذا نبري. دول كثير اللي كذا كثير ترى والله اللي زي كذا مره كثير مره يعني انا خلاص انا دائما اذا جيت اصور المقاطع دائما دخل نفسي في مشاكل ما ادري ليه. اوكي خلينا نضحك بس انقذون ترى انا واختي بعد ايش بعد غيبوبه الظهر نتعاوش على 15 اللي اعطاها يا جدي قالت قسموها بينكم. هاو هاو اوكي ايزي يا اخوان 15 تقسيم 2 والله ايزي 7 وريال اشتروا حاجة بنص تقسموها ايزي. When you turn your head عندي سناب شات لتر يا زويل هذا الحمد لله ما وصلت فلتر انا. اوه ماي جاد خلصت التغريدات كلها. اوكي اوكي نايس حلو. في 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 مقاطع تضحك في كم هو كم رد جاء على التغريدة هذه اصلا 532. اوكي الزبدة أتمنى الفيديو عجبكم. لا تنسوا لايك اشتراك وضيفوني في تويتر لأنه من فترة فترة برجع أكمل هذه التغريدات والسلسلة هذه. حس إني بسوي شيء جديد. أبو مقاطع رعب. نعم. بكتب لكم في يوم من الأيام أعطوني أكثر مقاطع رعب شفتوها. وخلنا نشوف. فبس أتمنى الفيديو عجبكم شيء خفيف لطيف يعني. وتروحوا جهزوا العيد. يلا روح جهزوا. يلا سلام.